للحديث أكثر عن معاناة المعتقلين وذويهم في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أهلا بك سيد علي. بداية، يعني أزمة المعتقلين تتفاقم رغم انتهاء العمليات العسكرية في العراق، إلى ما ترجى استمرار الاعتقالات العشوائية رغم إعلان الحكومة انتصارها على ما يسمى بالإرهاب؟ تفضل. الاعتقالات في العراق تتم منذ 2003 بمعزل عن حقيقة ما يجري في العراق من إرهاب ومشاكل وحروب وغيرها. الاعتقالات في العراق ترتكز أساسا على أساس طائفي تقوم بها أحزاب وميليشيات تمثل وتخترق الأجهزة، ما تسمى بالأجهزة الأمنية وأجهزة مكافحة الإرهاب وغيرها. هذه الاعتقالات تتم على أساس طائفي، والهدف منها ابتزاز المواطنين والتغيير الديموغرافي وإجبار الناس على الهجرة والترحيل ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. نعم سيد علي، كيف ترى واقع المعتقلين والمعتقلات في عموم سجون العراق؟ مع العلم فقد توفي اليوم أحد المعتقلين الموقوفين في سجن التاج. هناك عملية قتل ممنهجة للمعتقلين من خلال الإهمال الطبي وسوء التغذية وارتفاع درجة الحرارة، وخاصة الإهمال الطبي. الآن الكل يعلم أن هناك جائحة كورونا وهناك انتشار حالة الفشل الكلوي بين المعتقلين بسبب سوء المياه الغير صالحة للاستخدام الآدمي. كل المنظمات يعني الدولية سواء الحكومية وغير الحكومية تجمع على أن السجون في العراق وضعها مزري ويمثل وصمة عار في جبين ما تسمى بالحكومة العراقية وكل من شارك بوصول الوضع في العراق إلى ما هو عليه الآن. سيد علي، كما تعلم فإن المعتقلين ليسوا وحدهم من يتكبد المعاناة في ظل هذه الظروف التي يعيشها العراق، وإنما ذووهم كذلك يعني يعيشون المعاناة على أمرها، لكن هناك شهادات أيضا لذوي المعتقلين يتحدثون فيها عن معاناتهم. ماذا عن الشهادات التي رصدتموها وأشكال المعاناة التي يعيشها أهالي المعتقلين وذويهم في مختلف محافظات العراق؟ تفضل. لدينا شهادات يعني تدمي القلب، ويعني لا أستطيع أن أصف حقيقة، خصوصا ما يتم من مساومة ذوي المعتقلين. ووصل الأمر إلى قضايا سيئة جدا، يعني تنم على أنه هؤلاء الذي يساومون ليس لديهم لا غيرة ولا شرف ولا ينتمون للعراق. هذا أمر. الأمر الأهم الآخر هو أنه ما يجري في العراق كله يجري بغطاء من الأمم المتحدة. يا سيدي، هناك مكتب يعني مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة تشرف عليه بلسخارة، وهي التي يعني الآن الجرائم في العراق تعتبر الأمم المتحدة شريكة بها، لأنه الأمم المتحدة ومكتبها لحقوق الإنسان في العراق هي الجهة الوحيدة الآن المخولة باتخاذ إجراءات فعالة وحقيقية ضد ما يجري في السجون العراقية. لكن للأسف هذه يعني نحن تعودنا على أن يعني ممثلية الأمم المتحدة في العراق تلتقي بالقتلة والمجرمين والمطلوبين للعدالة الدولية، ولكنها لم تسمع حتى الآن شهادات من المعتقلين وذوي المعتقلين الذي وصل الأمر إلى إجبارهم على بيع ممتلكاتهم، دورهم وأراضيهم ومزارعهم، ويعني تتم عملية التنازل والتوقيع من قبل المعتقل نفسه، يؤتى بسجلات من سجلات العقاري من فلان مدينة أو فلان قضاء أو فلان ناحية، ويقوم المعتقل يجبر على التوقيع والتنازل بتواريخ سابقة. نعم سيد علي، دعنا نواصل حديثنا فيما يتعلق بذوي المعتقلين. يعني إلى أي مدى ترى أن الانتهاكات التي تمارس بحق ذوي المعتقلين هي انتهاكات ممنهجة وتمارس بأوامر مباشرة من قيادات أمنية مثلا؟ يا سيدي، قيادات أمنية يعني هذا العمل ليس عمل فردي وتصرف يعني شاذ أو بالصدفة.
هذا عمل ممنهج، يتم هناك يعني عمليات بيع هذه الوظائف، الموظف أو الشرطي أو المنتسب اللي على تماس مع المعتقلين خلال يعني من خلال التحقيق أو من خلال الاعتقال البدائي في مناطق الاعتقال الأولية أو حتى في السجون الرئيسية، يعني ما تعرف بالسجون الرئيسية اللي تابعة لما تسمى وزارة العدل. هذا عمل ممنهج، يتم بيع الوظيفة ويتم فرض يعني أموال وأتاوات معروفة، يعني الشخص اللي يعمل بهذا المكان مطلوب منه أن يجمع أموال لمدير، والمدير يجمع أموال لجهات أعلى وغيرها. هذا عمل عملية ابتزاز ذوي المعتقلين، عمل ممنهج، وتدير عصابات مافيا إجرامية بكل معنى الكلمة. نعم. في سؤالي الأخير إليك سيد علي القيس، يعني ما الهدف الذي تتوقعه وتتوقع أنه يقف وراء هذه الانتهاكات التي تمارس على شريحة معينة أغلب المعتقلين تأتي منها ومن محافظات بعينها؟ لماذا هذه الممارسات بحق أهالي المعتقلين؟ أولا الدوافع الطائفية، الدافع الطائفي، يعني هذه الأجهزة بسبب انهيار منظومة القضاء والتربية والأخلاق في هذا الزمن. نعم. في العراق هناك من يسوغ ويبرر ويسمح، يعني طالما هذا الطرف هي من المناطق السنية ومن المكون السني يعتبر هذا عمل يعني عمل عادي بالنسبة لهم، ولذلك هذا عمل ممنهج، عمل إجرامي تتحمل الأمم المتحدة، أؤكد الأمم المتحدة ومكتبها في العراق الذي ينفق عليه ملايين الدولارات شهريا هي التي تتحمل هذا الأمر. من برلين كنت معنا عبر سكايب رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لك.